طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. هذا بلد ترسوه مخدرات، ترسوه أذية، ترسوه فوضى، ترسوه زنا، ترسوه ملاهي، ترسوه خمر، ترسوه حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات، ومع الأسف الآن حالة بالبلد هي أكثر من الإرهاب، هو انقطاع الماء. بطل من أبطال البصرة وليدي، أنت طالبت بحقوق البصرة، طالبت على مود مي مالح. قانوننا قانون، هذا من تبي لفلان جهة لا تحاجي مدلل، والقانون يطبق على الفقير. مليارات يبوقون ما حد يحاجيهم، والفقير يبوق لقنينين حكم 20 سنة. أهلا بكم من جديد. اليوم أريد نتحدث أعزائي المشاهدين حول موضوع رفع البسطيات في العاصمة بغداد من قبل أمانة العاصمة، طبعا وبشكل مفاجئ. طبعا أصحاب البسطيات رزقهم يجي من هاي البسطيات، وفيهم الكثير من الخريجين الحاصلين على شهادات جامعية، ولكن بسبب الفساد اللي موجود بالعراق منذ العام 2003 ولغاية الآن، واللي موجود بالحكومة، وتفاقم هذه الظاهرة، ظاهرة الفساد والمحسوبية، يضطر الخريج للعمل من خلال فتح بسطية أو كشك أو سائق تاكسي أو في محل كمحل ملابس أو مطعم إلى آخره من أنواع العمل اللي أصلاً ما تتناسب مع تعب سنوات الدراسة. أضف إلى ذلك بأن القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية اللي تشغل أيدي عاملة إن كانت من الخريجين أو من غير الخريجين ضعيفة جداً، وبنفس الوقت ما توفر ضمان للموظف في القطاع الخاص، هذا في حال حصل طبعا على عمل. أما الأمر مختلف مع العمالة الأجنبية اللي إلى كل الحقوق والحماية والرواتب العالية، خاصة في الشركات النفطية والأمنية والقطاعات الأخرى اللي بيها نسب عالية من العمالة الأجنبية. طبعا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إحصائية لها تحدثت بأنه بس خلال 2007 و 2017 و 2018 وجود أكثر أو دخول أكثر من 100,000 عامل أجنبي إلى العراق بسنتين، دخلوا إلى ساحة العمل العراقية بشكل قانوني فقط خلال عامين. مثل ما قلنا دخلوا للعراق أكثر من 100,000 عامل أجنبي مقابل 13,000 عامل عراقي فقط. 100,000 مقابل 100,000 عامل أجنبي مقابل 13,000 عامل عراقي بس. طبعا صندوق النقد الدولي تحدث في إحصائية إلى في هذا العام 2019 بأن نسبة العاطلين عن العمل في العراق تزيد عن 40%. خلونا نبدأ بموضوع البسطيات وإزالتها من قبل أمانة العاصمة بغداد، نشوف مقاطع من مجموع لقاءات قامت بها قناة الرافدين في العاصمة بغداد مع أصحاب البسطيات. المقطع الأول من منطقة المنصور يتكلمون في الناس حول هذا الموضوع، نشوف المقطع مع بعض ونرجع لكم. اجت الأمانة بغداد ذبت لنا هنا قطع يعني كل منافذ السوق بإزالة البسطيات وإزالة الشنابر. زين هاي الناس كلها أصحاب عوائل، كلها عندها إيجارات يعني بيوت، وكلها أصحاب أطفال، وكلهم خريجين، وكلهم هاي راحوا للدولة وراحوا لهذا يعني يريدون تعيينات ما حصلوا. شو تسوي؟ اجوا هنا فتحوا، ومو هم اليوم البارحة يعني كان أبوه هسه هو يعني الابن صار هنا، فشنو البديل لهم؟ ماكو كل بدائل. زين وناس كلها على باب الله وجاي تسترزق هنا. أنا رجال صاحب محل، يعني أنا واحد من الناس عندي قدامي شنابر اثنين ما مأذيني. يعني أنت هسه مثلا نكون واقعين، أحكيها هيك
هسه انا واحد من الناس رجال اطلع لي برا اسوق ومن انا من الشارجه اسوق، مطلوب هنا ومطلوب هناك. الجنابر هاي خطيه هم نفس الشيء، هم اللي مطلوب بتركيا اللي مطلوب هنا بالش اسمه بالشارجه، زين كلها داخله بسلف وكلها والناس عايشه ولا لها علاقه، وهنا يعني شلون نقول كل الطوائف هنا وكنا اخوان وكنا هاي. لا اليوم والباحه يعني قد صارت الطائفيه صارت هاي الحمد لله والشكر، الناس كلها قلب على قلب ومرتاحه وقاعد تاكل لقمه العيش وتروح للبيت. اكو امور خفيه ما نقدر نحكيها والعالم كلها تدري بيها هاي، يعني كل الصغير والكبير كلها يعرف بيها، مصالح ماديه واحنا على باب الله كلها جايه تاخذ لقمه العيش وتروح للبيت. نعم يعني الرجال تحدث بشكل واضح، قال لك احنا ناس اصحاب عوائل عندنا ايجارات، اغلبهم من الخريجين طبعا اللي الحكومه بتوفر لهم لا عمل في القطاع الحكومي ولا تفتح القطاع الخاص بشكل صحيح اللي يضمن للخريج والعامل والمواطن العراقي العمل بهذا القطاع بشكل محترم وبشكل حضاري. أضاف بأنه لا يوجد تعيينات وصار لهم سنوات بهذا السوق، سوق غازي اللي موجود بحي المنصور. تحدث على نقطة جدا جميلة، قال الناس قلب على قلب في هذا السوق حتى أيام الطائفية 2006 و2007 الله لا يعيدها ولا يرجعها. قال كان الناس هنا متآخين وموجودين من كل المذاهب ومن كل الأديان ومن كل الطوائف، ما صارت أي مشكلة بين الناس. قال أكو أمور خفية ما قدر الرجال يتحدث، أكيد يريد واحد من الأحزاب اللي موجودة من السياسيين اللي موجودين حل بعين هذا السوق أو حل بعينهم مجموعة يجوز. قال ما نقدر نحكي، خايف الرجال. قال لك مصالح مادية، أكو ناس تريد تستولي على هذا السوق لأن واقع بالمنصور ويجيب وارد، فيقول لك أنا أخذه لأن ملايين الدولارات اللي أخذها أنا ما تكفيني، فيطمع برزق المسكين والفقير والإنسان اللي يكد ويشتغل بشكل شريف ما يمد إيده ولا يسرق ولا يتجاوز على المال العام أو المال الخاص. خلونا نشوف المقطع الثاني كذلك من نفس السوق، سوق غازي بحي المنصور في العاصمة بغداد، والناس تشتكي من تحذير أمانة بغداد لهم وإعطاهم مهلة فقط 4 أيام لإزالة البسطيات وإزالة المحلات. نشوف المقطع الثاني. وضعية هاي مال الجنابر، يعني هسه إذا تحسب بال 3000 عائلة هذا السوق كله، 3000 عائلة شو يسوون؟ بوقون؟ كتلون؟ زين إحنا قعدناهم على الكراسي يفيدونا لو يشيلونا؟ خلينا نفتهم، خلي يسوون لنا حل، مو يشيلونا وهاي هي روحوا، رواتب عندهم، بيوتهم ملكهم، وأرقى بيوت وأرقى شغل عندهم، زين إحنا هاي وين نروحنا؟ كل واحد برقبته 4 جهال و3 جهال و5 جهال، شو يأكلوهم؟ خلنا نفتهم، لازم يسوون حل، ما يشيلون الجنابر، ما يجون يشيلون الجنابر، هاي كلها عوائل، ما يصير هالشيء، لأن أصلاً شيل 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 شيل، وين يروح؟ هذا مواطن، هذا هم عنده عائلة وعنده بيت وعنده إيجارات وعنده مستلزمات مولدة إنترنت، هاي كلها محسوبة على البيت، علي وعليك وعلى أي واحد. هذا الشعب، هذا شوفه كله الشعب العراقي هذا كله يريد له حل، شو يسوي؟ مطالب يجون ما يخالف تنظيم ننظم. مو اكو خربطه شويه ننظم، بس مو مال اجي تعال وشيل. زين عندك حل مقابل هالشيء؟ عندك فد مكان تسوي لنا اياه واحنا نروح به؟ لو هي هاي شيل وروح، هذا هو لك الله، ماكو شيء باي دوله بالعالم، ماكو شيء. نعم نعم بالفعل كلام واقع، يعني انت اليوم بدل ما هي الامانه امانه بغداد تنظم هذه الاسواق وهذه البسطيات بشكل جميل وبشكل حضاري ونظيف، وممكن هو أو البسطية هم يدفع إيجار، بس يعني إيجار بشكل رمزي للأمانة إذا كانت الأرض تابعة للحكومة من أملاك الدولة أو من أملاك الأمانة، يدفع إيجار رمزي ويعيش بشكل شريف ما يمد إيده. نظم السوق فديوم، يعني اطلعوا مشروع سووا لكم شيء حلو، يعني اشتغلوا صحيح، نظموا للسوق إذا أنتم ما عاجبكم على أساس السوق. هذا السوق صار لسنين مو اليوم البارحة، بدل ما أنتم تشيلون الناس، وين تروح الناس؟ الرجال يقول لك إحنا خريجين وما عندنا وظائف وجايين نشتغل، تعال أطلع بيوم وليلة. على كل حال معنا أبو أسد من البصرة، تفضل أبو أسد تعليقك على موضوع. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أحييك وأحيي برنامجك الشريف. أهلا وسهلا بك. الجماعة أخي
ابو اسد اتفضل. الجماعه حادين سنونهم على جماعه البسطيات ببغداد، يعني خلصت مشاكل العراق والفساد ما شاء الله، مجلس مكافحه الفساد اللي شكلوه الجماعه القى القبض على كل الفاسدين ورجع مليارات الدولارات وما شاء الله الامور يعني ممتازه، بس بقت عندنا مشكله هي البسطيات. تخيل تعليقك. اي يعني اشكر اهل البسطيات اللي بالكراده اللي واجهوا القوات الشرطه الاتحاديه الشرطه المحليه واجهوهم بالسلاح. الثورة منين تبدي يا أخي؟ الثورة تبدي من الفلاح. وين ما يجوهم لازم يرموهم يهججوهم. عمي الثورة ما تصير، الثورة ما تصير هيجي. هذه مقاومة لازم نقاومهم احنا. احنا ما نبقى جاهلة. كل ما يجون بكار وشبل وجايين أربعة خمسة شرطة مجمعين بيدهم رشاشات وشالوا المحلة البسطيات ومرتوهن وأذوا العالم. كل العازين وظفوهم كلهم خريجين كليات وخريجين هندسه، خريجين طب، خريجين معاهد النفط، وظفوهم ما وظفوهم من 2003 يعني ما موظفين ولا يمكن 10%. زين العبادي مو وعد اهل البصره يوظف 10,000 ل 100,000 وينها؟ هو عم في شبك. عمي الثوره بدات لازم تبدي من الفلاح. زين أبو أسد. تمام أبو أسد، هي من تجي الأمانة في بغداد ولا البلديات في المحافظات وتريد تشيل مثلا بسطيات صار لها سنين وحتى سووها سوق والسوق تقريبا مرتب طبعا بجهودهم الذاتية. زين أنت اليوم ليش تجي تزيل هاي البسطية بدل ما أنت تبني سوق؟ هم أبو البسطية أو أبو الكشك أو أبو المحل يبقى يستمر بهذا الرزق وبهاي التجارة وبهذا الشغل بشكل شريف وكذلك يكون السوق شكله جميل وبشكل حضاري، وهم إلى عائد للدولة، هم يجي لي عائد. يعني احنا المقطع الأول الرجال قال لك أنا ما أقدر أحكي، بس ترى هو احنا كنا نعرف يريد يشيلونه مننا لأمور مادية. يعني الأمر واضح، يريدون يأخذون جماعة لهم بيناتهم ويرتبوا السوق وشوف بعدين عاد هم لو يفتحوا لهم وجماعتهم او يبيعوا باسعار خياليه، ياجروا سرقه فليه باسعار خياليه. بالفعل حكيك صحيح. عمي انا اذا احكي لك حكي هذا حكي واقعي. نعم. الثوره تبدي الفلاح. حتى الثوره لازم تبدي من اهل البسطيات. وانا يعني اناشد واشكرهم لان البسطيات اللي بالكراده اللي قابلوا الشرطة شرطة الأمانة أو شرطة التجاوزات قابلوهم بالسلاح. أريد كل أهل البسطيات يقابلون الشرطة. من تبدي من أهل البسطيات تبدي بغير منطقة، تبدي بغير شريعة، شريعة العمال، شريعة المثقفين. تبدي ذولا لازم ما يكون. عمي أنا يا راشد أهل البسطيات خلي يسمعون عمل برنامجكم. من تبدي من أهلي احنا راح نسميها ثورة البسطيات. نعم. انا اشكرك ابو اسد من البصرة كان معنا. نتابع وياكم اعزائي المشاهدين المقطع الثالث من سوق غازي من مجموعة لقاءات قامت بها قناة الرافدين مع اهالي السوق في العاصمة بغداد. رب العباد رب العالمين، وناشد الحكومة وناشد رئيس وزراء عادل عبد المهدي وأمينة بغداد تنظر على هالعالم وهاي الفقرة. زين كلها أصحاب إيجارات، كلها خريجين، زين ماكو واحد، كلها فقرة، عالم فقرة ومسالمين. زين ما عندهم لا أبي على واحد ولا أبي. زين هذا شارع فرعي، إذن مفتوحة كل الشوارع، لاكو بيت يشتكي علينا، لاكو عائلة سكن، كلها تنابر محلات وسوق قديم. زين 10 امتار طول هذا الشارع وذني شوارع، وما مأثر اصلا لا على ازدحام ولا على كل شيء الله وكيله ولا حركه سير مأثر نهائيا. زين عالم فقره جاي تسترزق على باب الله تاخذ علاقته وتروح، ماكو غيره، لا نبني بيوت ولا قصور ولا عمارات الله وكيله. زين الله شاهد عليه وهاي كل يشهدوا. زين لا كلها فقره عمي، كل عالم فقره وكلها خريجي. عمي وفر لنا فرص عمل الله ومحمد عليها، نعوف ذني التنابر، نعوف الاول والتالي.
زين سووا لنا اشكاك نظاميه زين وخلونا ايش قد يعني كل واحد قد متر مترتين رحمه الاهل اعطونا حال عمي يعني هاي عالم ألف فوق ال 1500 عائله وين تروح هاي وين تتجي على اي طريق اكو عمل لو اكو عمل ما يخالف عمي اكو عمل الله وكيلك اعوف بسطيتي واعوف جمبري واروح تعدي اهل رحمه الاهل ما عندي شيء كل عالم فقره هاي كلها تريد تعيش ما اريد عمي كلها خريجين لا نبني بيوت ولا قصور زين ولا ملايين الله وكيلك مطلعين هالعلاقة علاقتين وابوك الله يرحمه زين هال عنده خمس جهال هذا عنده ستة وين يروحون ذولا وين يروحون اكو بديل عمي شوفوا لنا بديل والله دقيقة ما نبقى هنا الله وكيل نعم يعني هذا المواطن الثالث من اصحاب هذه البسطيات المحلات في سوق غازي بالمنصور يؤكد بانه اغلب اللي موجودين بالسوق هم من الخريجين والحكومة ما وفرت لهم اي وظيفه ويقول لك عمي ماشي تي تطلعنا انت وفر لنا وظيفه ونطلع واحنا ناس فقره والسوق بي يعني يقول معيش اكثر من 1500 عائله يعني تقريبا يجوز اذا حسبنا كل عائله بها اربع نفرات هاي تقريبا 6000 مواطن اذا مو اكثر. معنا مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمح لي احيي حضرتك واحيي الاخوه العاملين في القناه. اهلا وسهلا. واحيي العلماء والاساتذه والشعب العراقي شعبنا واهلينا البطل المناضل المقاوم الرافض للظلم وللاستبداد وللقتل وللدمار. قائد العروبه والاوطان لسه ولا عرفتين توب العزه ولا ما خلعناه ولا نخلعوه ابدا باذن الله. اهلا بك يا مصطفى. بالنسبه لعصابه الاستعمار الخاينه الجبانه هم مره بيبيعوا الارض اللي حوالين المطار بغطاء ان في مستثمر. دول بيع بس بيجيبوا المستثمر. والسوق حضرتك اللي حاليا موجود عليه النزناق عاوزين يبيعوه للمجرمين عصابات ايران لان الاقتصاد الايراني اصبح في الحضيض. فهم بيستثمروا المناطق الحيويه اللي في العراق اللي بتجيب دخل للمواطن ان هو يعيش في بلده بكرامته عاوزين ياخدوها منه ويدوا الربح والمكسب بتاعها. يعني النظام الايراني اللي بيديرها بمعنى اصح. عرفت هي القصه ازاي؟ القصه الخونه خلاص اتجهوا افلتوا سياسيا واجتماعيا وسقطين تماما والله سقطين في الداخل في الخارج في نعم الناس بتخطى حط ده في ايديهم يا عم لا عصوم سمعتهم سودا. فهم رجعوا دلوقتي لمرحله بيع الوطن بيبيعوه حته بيخلقوا الجريمه ويصنعوها عشان هم بدون جريمه لم يستطيعوا ان يبقوا على الحياه ولو يوم واحد. فلازم يطلع لك جريمه خلصوا مسلسل التفجيرات والقتل والنهب والدمار واتجهوا على ارضاق الناس والتهجير والدم وتغيير المذاهب بقوه السلاح. كل ده عارفينه وصحيين. بس احنا بنقول يمكن يكون في عندهم شرف ولا نحو حتى يسيبوا السلطه للشعب يا عم يختار من يوم. من اين مصطفى؟ انا اشكرك مصطفى السيد من مصر كان معنا اتصال محمد من السماوات. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. تحية لك أخي وتحية للرافدين وكادرها ومشاهديها. حياك الله يا أهلا وسهلا بك أخي العزيز عمر. تعليقك على هذا الموضوع رفع البسطيات والمحلات من قبل أمانة العاصمة. أخي العزيز محمد أبو عزيزي صاحب البسطية الشهيرة في تونس. نعم. الذي أحرق نفسه من أجل رزقه راح ضحيته الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. نعم. أخي العزيز عمر هنا تسعى للتفوق على مواطنيها فتنبري إلى تحقيق مصالحها بحقوق الأفراد وحرياتهم. وحين يبلغ تفوق الدولة والسياسيون ذروته نكون إزاء ما يسمى بمبدأ تفوق الدولة ويكون حينها النظام استبداديا وهناك دولة تنتهي سياسة معتدلة بين مصالحها وبين كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم. وحينها تكون الدولة متوازنة والنظام ديمقراطي. أخي العزيز هنا نجد تجليا واضحا لتفوق الدولة العراقية على مواطنيها. نعم. حيث أنها تضح عشرات النصوص العقابية التي تحمي أموالها
من مواطنيها، فحين نجد ان ما تمنحه للمواطن من وسائل حمايه حقوقه يتسم بالضعف وعدم الجدوى، وحيث مسألة استيلاء المواطن على المال العام اختلاسا يجرمه القانون العقوبات. لا نجد نصا يجرم فعل المسؤول الذي يسمى على سرقة، الذي يستولى على سرقة المال العام في ظل نظام يقال إنه ديمقراطي. أخي العزيز، نعم، تبخر ثروات البلاد بنار الفساد السياسي والمالي وغسلها بشتى الأساليب القانونية في الخارج والداخل، إنما يجعل من الفقر مفهوما اجتماعيا متجذرا بعمق في بنية مجتمع بات يهرول وراء لقمة العيش في أرض تكتنز أضخم ثروات العالم قاطبة. نعم. المحرومون في العراق لا يجلدهم شرف العيش وشحة السعرات الحرارية. نعم. بل تنتهج أيضا كرامتهم الآدمية كل يوم بعشرهم في حفرة الظلم والتخلف واليأس والخواء بمنأى عن الحرارة السوي بمدايات المفتوحة على غايات دامية للحياة. أخي العزيز عمر، العراق منذ 16 عام يبحث عن الخلاص من خلال قيادة مخلصة كلما دخلت أمة لعنت أختها لتهدم كل شيء وتبدأ من الصفر ليعيدوا بالعراق وشعبه بالقرون الوسطى ووطنا يكاد يشطب من خارطة الأوطان والحياة. نعم، أنا أشكرك أخي محمد من السماوة، كان معنا مع اتصال أبو حسين من الرمالي. تفضل أبو حسين. نعم، السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أحييك وأحيي الكادر كامل. يا أهلا بك، أهلا وسهلا. بالنسبة لهذه الحكومة وإنما عصابة حاكمة البلد، مو حكومة رسمية ومهنية ومعترف بها دوليا. الأمانة من تجي الأمانة ما تجي الحالة إلا بتوجيه من عندهم ذولا، فدمروا الناس. زين، هم ليش ما يرسلون الحدود اللي بيننا وبين إيران اللي عبروا هاي المخدرات وهاي الحبوب؟ زين، مو جاي تاجرون بيها وسياسيين قاعدين بالخضراء وياهم؟ ليش ما يمنعونهم يجون على الناس الفقراء اللي مسوي له بصية ويريد يعيش عائلته، وهم كلهم خريجين مهنيين ومكملين دراسة وتعبانين وخسران عليهم مهلهم ومسوي له بصية يريد يعيش، ليش ما يوفونهم توظيف بدوائر الدولة؟ يعني يجي عليه يفلش البصية، والله تم تجاوز. زين، هذا مو متجاوزين على أموال الشعب اللي باقوها وفرعدوها برا، وين هي النزاهة اللي شكلوها وكانت حاسب ذولا الحرامية والسراق؟ عمي الراس ثورة عالمة من كل جميع الشعب العراقي، يخلصونه من الطغمة الحاكمة واللي الله ذبها غضب على الشعب العراقي بالكامل. واحنا نريد حكومة عمي وطنية تجي وطنية من الخارج والشعب العراقي كله وياهم، يا خلي يخلصونه من هاي النلة الفاسدة. عمي دمرونا، لا خداع لا عمل لا شغل، كل شو ماكو دمروا البلد بالكامل عمي وسلموا لإيران يا أستاذ عمر. نعم، أنا أشكرك أبو حسين من الرمادي، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول قرار أمانة بغداد بإزالة البسطيات في العاصمة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هذول الطلاب شو قاعد يعبرون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. Thank you.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. خلونا نتابع معاناة أصحاب البسطيات في مقطع آخر في العاصمة بغداد. هاي البسطيات داخل هذا الفرع. الفرع متروك، يعني هاي صار له سنين متروك. من عهد صدام هو متروك. مسدود صبات من جميع الجهات مسدود. زين. هسه قبل يومين مخلين قطع رفع التجاوزات. زين. فاحنا وين نروح؟ هاي الشباب اللي كلهم خريجين وكلهم اصحاب مهن وقاعدين لا شغل ولا عمل على هالبسطيه هاي وعايشين. زين. ماكو فد بديل، ماكو تعيين. زين. على الله وعلى هالبسطيه هذه. زين. هسه جوك داي يحاربوك يقول لك شيل البسطيه مالتك. يعني هذا الشارع ملغي ابن عمي، صار له يمكن حوالي سنين من عهد صدام، وهاي الشباب دا اشوف. زين. وكلهم خريجين لا شغل ولا عمل. زين. رحنا البارحه للبلديه ما استقبلونا، رحنا العمليات بغداد ما استقبلونا. فاحنا ناشد رئيس الوزراء، ناشد العمليات بغداد، زين، ان يسوون لنا حل، يسوون لنا فد بديل. زين. وين تتوجه هاي الناس العالم؟ يعني تروح تبوق تسرق. زين. فاحنا ناشد رئيس الوزراء وناشد عمليات بغداد وناشد مدير البلديه ان يسوي لنا صوره حل. رايحين للبلديه والعمليات بغداد ورايدين يقابلوهم حتى يفتهمون القضيه ويوصلون الى صوره حل، ما حد قابل يستقبلهم. والحجي بالمقطع هم ياكد يقول كلهم خريجين والناس قاعده لا شغل ولا عمل، رزقهم على الله سبحانه وتعالى، وهذا السوق والبسطيه سبب في رزقهم. طبعا السوق يقول موجود من عهد صدام، موجود هذا السوق، يعني مو جديد حتى مثلا يضر العاصمه بغداد وبعيد عن الازدحامات، مقفل. معنا اتصال ام عبد الله من بغداد، تفضلي ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تحيه لحضرتك والى قناتكم الشريفه والعراق الشريف. طبعا ليله مباركه، ليله الجمعه ان شاء الله بالخير على جميع المسلمين. امين يا رب. استاذ، يعني هذا كل شيء يصير في العراق له هدف، يعني من ضمنها هاي التجاوزات. يعني هدف انه محاربه العراقي على المتجاوزين وعلى البسطيات هي لها هدف سياسي واستفاده، يعني حتى انه محاربه المواطن حتى يلجا الى المسؤول يقول له انطيك شقد يلا يعني تخليني بمكاني. وهذا صار ما صار في منطقه المنصور عندما جاءوا برفع التجاوزات في الشوارع واللي طالعين من المحلات، والله العظيم اماني دفع له فلوس وما وخر التجاوز اللي موجود في الشارع او على الرصيف. كل العالم استاذ، كل العالم عندهم الشوارع وتطبيق الشوارع ووضع الاشجار ووضع الزهور وجماليه المدينه بهذه الشوارع والارصفه. حتى المتجاوزين في دول العالم كله يخلوا لهم مناطق خاصه بشكل لطيف ويضعف البهجه والشرور في المواطن اللي موجود. زين، ليش ما تسويها يا امانه بغداد؟ أو البلديات في المحافظات، ليش ما تنظم أسواق للناس، أسواق دائمية، أسواق مؤقتة متنقلة، ليش ما تسويها؟ أستاذ اسمح لي، هاي محافظة بغداد وأمانة بغداد هم جامعين، هم الناس أنا قسم أعرفهم إنهم هذول وجوههم مثل الحجر، حتى الحجر يقول لك يخشع من خشية الله. لقت هم حتى كلمة خشوع للبشرية ما عندهم، كلهم جايين. هذول لو كانوا في زمن صدام مبعدين في إيران وجوي هنا في محافظة بغداد وأمانة بغداد، والله العظيم إذا تريد الحقيقة كل دوائر الدولة هي تتجاوز على المواطن، هي بقت على أمانة بغداد. زين، ليش ما يقومون بمحاربة التجاوزات على دول المواطنين وأرجاعها لأصحابها؟ ليش قاموا الناس يشتروها ويبيعوها وهي ملك للناس وهم اما خارجين لخارج العراق؟ ليش ما حاربوا الفساد اللي موجود في الدوله؟ ليش البرلمان ما حارب الفساد ومعاقبه المفسدين ومعاقبه الارهابيين
ومعاقبة القتلة، ولا شفنا واحد سوى جريمة أخذ جزاء، وين أكو؟ ما شفنا لا كلمة حلوة ولا منطق حلو ولا شيء من الدولة. إحنا لهذا شوف الناس أصبحت يعني كئيبة، حتى يحاربوها في شغلها، حتى في رزقها ورزق أولادها. والله العظيم يا أستاذ، حتى قسم من السنة اللي يأخذون من الرعاية قطعوا عنهم الفلوس الرعاية. ليش؟ لأنه سنة. زين أم عبدالله أرد أسألك، يعني أنت برأيك أنه جاية هي الأمانة مثلا أو البلدية جاية مثلا حتى تقلل الازدحامات بالعاصمة بغداد بهذا قرارها المفاجئ؟ طبعا هو مو جديد عليها، هي كل فترة تسوي هذا الشيء وترجع البسطية. بس بالمقطع الأول اللي عرضنا أحد المواطنين قال لك الأمر واضح، ما نقدر نحكي إحنا على مود أمور مادية. الظاهر يساومون الناس، يأخذون منهم فلوس ويرجعون بمكانهم، أو بالفعل يتم إجلاء هذا السوق حتى يجي واحد مقاول من الجماعة يبني له مكانه أو مكان ثاني السوق حتى يبيعه على الناس بمبالغ خيالية. أم عبد الله انقطع اتصال مع أبو عبد الله من بغداد، مع اتصال أبو فيصل من السعودية. تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير استاذ عمر، كيف حالك؟ اهلا وسهلا بك، حياك الله، يا اهلا بك. تحيه لك وتحيه القناه، تحيه الكادر والقناه الطيبه. اهلا وسهلا. بالنسبه لما يجري بالعراق من هذه الازدادات، وهذه هي كلها حرب رشاوي من اجل المال، لانه لا يوجد قانون ولا يوجد نظام بالعراق، هي زمره مجرمه فرضت على العراقيين فرض. وهذه هي بس العسب. والله يا اخي الشعب العراقي اذا النومه هذه مخيفه بالعراق، اليوم وش ينتظر الشعب العراقي؟ فما دام ما لم يصح الشعب العراقي فسوف تكسر الكوارث كما هي، بس ان شاء الله الشعب سوف يزيدهم ويقضي عليهم. اذا لم يقضي عليهم فالمعاناه هي المعاناه، هذه الزمرة المجرمه تابعه لايران وهذه الحسادات. وتحيي لك وتحيي كل عراقي شريف. نعم. شكرا ابو فيصل من السعوديه كان معنا. نشوف المقطع الخامس من سوق غازي بحي المنصور في العاصمه بغداد، وردود افعال الناس حول قرار اماره بغداد بازاله هذا السوق. نشوفه ونرجع لكم. ابن عمي احنا مشكلتنا يعني تدري بسطيات، وهذا السوق يعني يشمل اربع مناطق، يعني يشمل الاربع شوارع، يشمل المنصور، يشمل الداوودي، يشمل حتى حي العدل وحي الجامع. يعني هذا السوق هو محصور بهذين الاربع مناطق. العالم وين تروح؟ اولا احنا بسطيات وعندنا ايجارات، واحنا يعني مرتبين امورنا على هذا الموسم، يعني سنه كامله احنا قاعدين امتحانات وتدري يعني مشاكل العالم. فاحنا منتظرين هاي الشهرين، هاي هم يجونا بهال يعني بهالظرف هذا وتعاشي. احنا مطلوبين، التجار تطلبنا. هسه تاجر بس سمع بالموضوع مالنا، سمع بالقطع، قام يخابر على الايجارات وعلى حساباتنا. واحنا ما نعرف انه احنا ناشد رئيس وزراء، ناشد بلديه منصور بالاخص، يعني ناشد علي جار الله بانه يشوف لنا حل لهذا الموضوع. صح احنا يعني عندنا تجاوزات وعندنا هذا، بس يريد يعني مثلا نرتب امورنا نرتبها، بس مو مال تعشين يعني سبع ايام. هذا اول انذار لنا، يعني المفروض يعطينا انذار ثاني، انذار ثالث، يعني انت يبقى هاي العالم وين بدها تروح؟ انا لا والله لا لا اي بديل، ما اي بديل احنا ما عندنا. احنا على الله وعلى هاي البصات اللي قاعدين، هاي العوائل كلها اللي عايشه بال 300 عائله. نعم، عاوله الاتصال معنا ام عبد الله من بغداد. تفضل يا ام عبد الله. ام عبد الله موجوده؟ انا سمعتك قلت ام عبد الله. نعم ماشي. انقطع مره ثانيه ابو طه من بغداد. تفضل ابو طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تحية خاصة لك كل قناة الرافدين الشريفة. يا هلا بك أستاذ عمر. بالنسبة للبسطيات، نعم، هم مو غايتهم أن يشيلون البسطيات، نعم، زين، وينظمون السوق. هم غايتهم إزناد البشر، زين، غايتهم أن يذلون المواطن العراقي، وهيهات عليهم يذلون المواطن العراقي. المواطن العراقي هينزل دائما يظل مرفوع الراس ان شاء الله،
وهم حشاك حشاك يقول هم بوجه الأسود، فحاولوا بكل الطرق أن يدمرون الشعب العراقي ويحطموه زين، جوا بكل الطرق وما قدروا له، فيريدون يسيطرون عليه بشيلة البسطيات للمواطنين. كم عائلة عايشة على هذا السوق؟ وهذا السوق قصر له الزمن النظام السابق. بس هل يحسبون مثل عبد الفلاح السوداني؟ ها؟ عبد الفلاح السوداني خمط وزارة التجارة وتحاكم، والقضاء أصدر عليه مذكرة إلقاء قبض باختلاس أموال الدولة وهرب، وعلى أساس بعدين إجى عقده وصفقة وياه سجننا كم يوم وبعدين طلع بالعفو هو وعبعوب وغيره وغيره وغيره. خلي يعتبروهم ذول الناس المساكين مثل ذول اللي سرقوا أموال العراق، يعني إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أقاموا عليه الحد. نعم. رحم الله والديك. هم ذولا وين يريدون بكل طريقة بكل طريقة ينفرزون المواطن العراقي. مرة يجوا على السوق، مرة يجوا على الأسماك، مرة يجوا على بيض المائدة. يعني يحاولون إذلال الشعب العراقي، هذا الشعب العظيم، شعب الحضارات، شعب العلماء زين، بس هيهات لهم وداعت عمر، هيهات لهم وأيامهم قريبة إن شاء الله، إن شاء الله أيامهم قريبة وحوبة العراقيين ما تروح زين، حوبة الشعب العراقي اللي نزل من وراء هيك أصابع مجرمة خائنة. أنا أول مرة بحياتي عمري 58 سنة أول مرة أشوف حكومة حارب شعب ماله. نعم. زين شنو اللي قدمته؟ وظائف، تعيينات. يعني أبو طه 2017-2018 داخلين 104,000 عامل أجنبي، تمام؟ بسنتين هاي بس. تمام. 104,000 عامل أجنبي داخلين بشكل قانوني وعن طريق وزارات وشركات خاصة، وبنفس الوقت مشتغلين من العراقيين بهاي السنتين 13,000. تخيل. كل الزين. كل الزين. قنفل عليهم ورايتهم سودة حشاك. زين. نعم. 13,000 بكل محافظات العراق، والله عيب عليهم. زين عيب يطلعون أمام الشعب العراقي ويعطون هيك أخبار. نعم. زين. فويا من تحكي، بس أريد أقول شيء. نعم. يعني على هاي الحكومة هم ترجع من الصفصاف يطلع ثمر بيه، هو صفصاف. نعم. ما يطلع بيه ثمر. زين فهاي حكومتنا بالضبط أستاذ عمر. نعم. حكومة همها الوحيد أن تدمر الشعب العراقي زين لمصالحها الخاصة ومصالح إيران وأمريكا، وتخلي بجيوبها وعسى ما المواطن العراقي يروح يبوق ينهب حتى يذبوه بالسجون. نعم. وتبقى لهم الساحة فارغة ويلعبون أكثر من هذا يلعبون هسه. نعم. ويبوقون أكثر بعد من هذا البوق، ما كفاكم البوق، إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل. ونعم بالله. وأنا صليت عليك. أنا أشكرك أشكرك أبو طه من بغداد، كان معنا أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. الله يحفظك يا أبي. حياك أخوي عمر. يا بس الأزمة هاي مال البسطيات، يعني هي بس هاي. نعم. يعني شوف هاي الحكومة الجاهلة الظلامية يعني سوت العراق، أشو ما شاء الله دمرته، قتلت شعبه، قتلت الشعب، هذول مو شعبهم، هذول مو من عندنا، فقتلوا الشعب دمروه، يعني تجي للمدن دمروها، للبسطيات يحاربهم برزقهم، مواد ما تموينية ماكو، الصحة ماكو، زراعة ماكو، يعني يموتون العراقي موت بطيء، شنو القدوة يعني؟ بس البسطيات يعني الواحد يفكر بيها، يعني هسه بغداد دنيا حارة ولهيب، والله ما أقدر إذا ما تشتغل. زين دول بالخيام شلون يعني شلون
يعني عندهم ضمير يحسون بين يقولون هذا عائلة بالخيم بالخيم بالحر شلون عايشين؟ ما يعدهم أكل عدهم. فهذول هم جوي تدمير الشعب العراقي وإذلاله. واللي يصير بالعراق هو من عندنا وبينا، يعني المفروض احنا كشعب كشعب. هذول هذول يقول لك هسه ابو طاهر يقول لك شعبهم، لا مو شعبهم احنا، عم احنا من لهم صله ولا يموتونا بصله، لا نعرفهم ولا يعرفونا. هذول جوي من الاحتلال جايين على الدبابه الامريكيه واستفادوا وعوائلهم مترفهين، فما يفكرون بالبشر، لان يعني اصلا هم هذول مو بشر. يعني هم الاساس النجابات، يعني هاي الخيمه هاي الخيمه، يعني حتى لو حشى حشى السامعين حشى الشرفاء، لو واحد خنزير ما يقبل يجي عائله بالخيمه ويضربها الحر جوع عطش نوبة المواد الغذائيه ما توصلهم. يعني خف الله عليها العلماء المسلمين تدزلهم، يعني مشكوره تدزلهم المتيسر. فهذول كفر اخي، هذول لا يمتون بالاسلام صله وضد الاسلام. والشعب لازم لازم يتحرك، لازم يتحرك. اذا ضر هيجي لا ان شاء الله ما من يعني ما يصير لحل. يا اما الشعب يعني حركه واحده كامله، بس هو الشعب ما شاء الله، يعني مع احتراماتي للوطنيين والاشراف، شعب مو واحد اخي، احنا مو شعب واحد والله. يعني هذول الايده والامريكان لما جو احتلونا السفر، هذول الامريكان ايدوهم ايدوهم اللي مو من البلد، هذول مو من ايدو الامريكان وايدو الملاذ، هذول السفله مو من ابو عراقيين، هذول اتباع ايران. زين هسه يحبوا هذا الرزق الناس بسطيه يا اخي بسطيه. والله اقول لك شغله يا اخي عمر، الله يرضى عليك، والله عندي صديقي مهندس، والله يا اخي بفتح القران يمك عندك مهندس، تعرف شو يسوي؟ انا ما قلتها قبل بس راح اقولها هسه للامانه. تصور الفجر انا اشوفه والله استحي من عنده، يلم بالحاويات مال الزبل، اخاف عائله ذابه مثلا ملاعيب شغلات نايلون، والله عيب احكيها، والله والله عيب احكيها يا مسلم. يعني لم زباله ويروح الجمعه يبيع حوالين السوق هرج، يعني مهندس يعني حتى الضغط عنده صعد لما شفته. فهذول هذول يهود يهود اسرائيليين، والله والله اسرائيليين، دول خنازير الاسرائيليين يعلمون اولادهم، يقول لك المسلم مثل النمله لازم يجب ان تداس. فهذول اتباع اسرائيل، فلعنه الله على اسرائيل وعلى من تبعها وعلى العجم ومن تبعهم. ابو حسن من بغداد كان معنا ابو حسن من الديوانيه، تفضل ابو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. الله يعزك يا حياك الله يا اهلا بك عزيز استاذ عمر. نعم الله يسعدك. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك، تفضل استاذ عمر. اكو مثل عندنا عند العرب يقول اذا كنت لا تستحي فاعمل ما شئت. نعم بالفعل، إذا كنت لا تستحي فاعمل ما شئت. دول الجماعة والله العظيم نقمة جوا على العراق. أنا توقفت 4 أيام بالسجن على مود مشاجرة. إجا أحد الموقوفين يمي سألته قلت له أنت ليش موقوف؟ فقال أنا أشتغل ويا أحمد الأسدي. نعم. أحمد أشتغل ويا أحمد الأسدي. قلت له والله شنو الشغلة هذا؟ قال هذا شغله كل سبعة أيام ياخذ 14 دولية جنفاص فلوس يحول المدينة السدنة الإسترالية، المدينة السدنة الإسترالية. اي بس نصر التلفزيون ابو حسن. وعلى المحاسب ماله حلفت يمين قلت اخاف هذا الشذب، حلف بكلام الله بالقرآن، قال أنا بيدي أحول له. نعم أنا أحول له بيدي، وأنا يتمجادكم شوني على مود على مود شغلات جايب قاتمة على رشاكت، لكن كم كان فينا بس ويانا هذا واحدة بالنسبة للأحزاب. أي نعم. بالنسبة للمرجعيات عندنا وكلاء المرجعية هم وقعوا الشعب مشكلة على هذا مال الجهاد وما جهاد، هذا صار بهواي باشكال. يعني هسه تقول كربلاء والنجف مدن سياحيه دينيه، مليارات الدنانير جاي تجيها وارد. نعم. اكو شارع بالنجف مبلط، اكو مستوصف،
اكو ماي اكو مجاري تعالوا ايش بعد هاي كلها سوالف ما لها اي معنى كلها مبطله وكلها هدف الخارج نعم. الله شاهد ما يفزعنا غير بس رب العالمين ونعم بالله ونعم بالله. أنا أشكرك أبو حسن من الديوانية كان معنا نقرأ رسالة على الواتساب يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكادر قناة الرافدين ومشاهديها الكرام. يقول يقال من تساوى يوما فهو مغبون فكيف بسنين وليس أيام سنين عجاف يعيشها العراقيون من أجل أن يتنعم أعداء العراق من إيران وأذنابها بخيرات العراق ونسب الانتحار أكبر دليل على معاناة الشباب العراقي وكيف لا وهم أهل الخير وحالهم كما يقول الشاعر كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. متابعيكم من ولاية فرجينيا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين تحدثنا فيها حول قرار أمانة بغداد بإزالة البسطيات والأكشاك في أغلب مناطق العاصمة بغداد وتنفيذها وتحذيرها وإعطامها القصيرة لأهالي هذه البسطيات. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.